القصة الأولى التي نرويها لكم في هذا العدد هي قصة من ولاية سطيف من عين زال للسيدة قميرة مويسية، هذه أرملة وأم لطفلين تعيش في مستودع والابنة تاعها بحاجة لعملية جراحية عاجلة. راح نوقف على الوضعية الاجتماعية والوضعية الصحية لهذه العائلة في هذا التقرير ثم نعود إلى البلاطو. لم تجد هذه الأرملة إلا هذا المستودع سأجرته لتعيش فيه مع أمها وابنيها ب5000 دينار. لجأت إليه بعدما سدت كل الأبواب في وجهها. توفي الزوج وترك لها طفلين بدون مسكن آمن ولا أجرة شهرية. غرفة واحدة لا تصلح لإيواء البشر، هنا يأكلون وينامون. راني نقطة غير في هذا البلايصة، هذه راه كراج، مجرد كراج تاع واحد كريتو عليه ب500. أنا يا لهنا نرقد، لهنا نطيب، لهنا كل شيء، يعني كلش تاعي لهنا البلاصة هذه. عايشة ظروف صعبة بالبزاف، شوية هكذا الظروف المادية مدرولة طول، ما كيما نقولوا ما عنديش مدخول باين، ما عنديش كيما نقولوا خدمة باينة. مضريت ما نكتبش عليكم، مضريت بالبزاف. خلاص الكراج هذا في وقت سخانه نسوفري، في الشتاء نسوفري، دايره فورنو راه غير صغيور بصح ما يدير لي والو، نتشعلو كانه ما كانش، نتغطى انا وليداتي نضلو نترعدو هكذا من البرد، خاطر بارد بزاف السخانه هكذا، باب تاع حديد يرجع لينا بسخانه. الفقر دفع هذه الأرملة إلى العمل لساعات طويلة في اليوم من أجل أن تضمن لقمة العيش لابنيها. معاناة تضاعفت مع مرض ابنتها أماني، تعاني من اعوجاج في العمود الفقري أثر بشكل كبير على حركتها. هذه الطفلة هي اليوم في أمس الحاجة لعملية جراحية تقدر تكاليفها بحوالي 80 مليون سنتيم. أماني تستصرخ أصحاب القلوب الرحيمة أن يحققوا لها الحلم الوحيد أن تقف على رجليها وتمشي بصورة سليمة. دار لي الوجع في ظهري، يعني سطر ياسر، ما نقدرش في الليل نرقد بيه. نطلب من أهل الخير يعاونوني باش ندير العملية تاعي ونرتاح، يعني ونولي كيما البنات صحباتي، يعني مرتاحة، يعني ما نقصني والو. بنتي أماني هذه ولات 13 سنة، راهي تقرأ سنة ثالثة متوسط، تعاني، عندها نقص رجل، أطول من رجل، تمشي هكذا عوجة، ظل والله وصلت حتى تبكي لي في الليل، تبكي في الليل. ماما مسلاني نولي ندهن لها بالزيت هكذا، وأنا لا حول ولا قوة ليا. فرحت كي قال لي باللي العملية هذه تاع بنتك راهي تنجح، راهي 100% من هذا الناحية، خاطر أنا سقسيته مانيش حابة أنا ثاني نلعب بنتي. العملية قالوا لي 79 مليون، هذا حق العملية وحده، أبار كيما نقولوا تاع بعد العملية. الحلم ليس كبيرا على أهل سطيف الأخيار، فهذه السيدة منكم وإليكم باقي المحسنين في أرجاء الوطن وخارجه. هذه الأرملة أيضا تنتظر منكم العطف والتضامن.